بارودة إتمار موجودة مع زياد اللي بيشتغل عند خالي في المزرعة. شو بتقول؟ في الحلقة القادمة من نزيف التراب. أخذ مسدس أبو جهاد، والله خايفة لسكوله تهمة. لازم نوصل نابلس ونروح عند معسكر. نسيت أحكي لك إنه ابن أختك عميل، هذا الثاني أنور. نزيف التراب الليلة 10 مساء بتوقيت القدس على العرب 2.